الانتخابات الرابعة على التوالي التي تشهد انخفاض في نسبة المشاركة في الانتخابات الإيرانية، الانتخابات النيابية السابقة وكذلك الانتخابات التي أدت لفوز إبراهيم رئيسي، ثم الانتخابات النيابية السابقة ثم هذه الانتخابات. إذن فارق 1,000,000 صوت لم يؤهل المرشح الإصلاحي مسعود بازشكيان لحسم سباق الرئاسة الإيرانية لصالحه. حصل بازشكيان على 42.5% من الأصوات، في حين أنه كان يحتاج لتخطي نسبة 50% للفوز من المرحلة الأولى، بينما حصل المحافظ سعيد جليلي على 38.6% من الأصوات. أيام فقط تفصلنا عن الجولة الثانية المقررة في 5 يوليو المقبل، هي فترة طبعا غير كافية في العادة لاستقطاب شرائح جديدة تغير كفة المعادلة، لكن الوضع بالنسبة لبازشكيان يختلف قليلا. بازشكيان تصدر في مواجهة ثلاثي المحافظين جليلي وقاليباف ومصطفى بور محمدي، حصل مرشح الإصلاحيين على نحو 10,400,000 صوت، وسعيد جليلي حصل على نحو 9,400,000 صوت، أما قاليباف فحصل على نحو 3,300,000 صوت، وأعلن على الفور تأييده لجليلي. إلا أن بازشكيان لديه فرصة للتغلب على معسكر المحافظين إذا نجح في اختبارين خلال الأيام المقبلة بحسب محللين لوكالة فرانس بريس. الأول هو استقطاب أصوات من مؤيدي رئيس البرلمان الحالي محمد باقر قاليباف، أما الثاني فهو تحفيز فئة الشباب التي قاطعت الجولة الأولى وحثهم على المشاركة في الجولة الثانية بعد أن أثبت قدرته على المنافسة، بل واستقطابه حتى كبار الإصلاحيين على رأسهم الرئيس السابق محمد خاتمي، وأيضا تعيينه لوزير الخارجية السابق محمد جواد ظريف كمستشار للسياسة الخارجية. هذه التغييرات دفعت المرشد علي خامنئي للتعليق بأن أي شخص مرتبط بأمريكا لن يكون مرافقا جيدا للإيرانيين، في إشارة طبعا ضمنية لاختيار ظريف الذي يتهمه التيار المحافظ بخيانة إيران من أجل التوصل إلى اتفاق نووي في عام 2015. لكن يبدو أن النظام لا يخشى عودة ظريف فقط، بل عودة حتى ترامب، فالصحف التابعة للنظام هناك وصفت المناظرة الرئاسية للانتخابات الأمريكية بناقوس الخطر، كما طالبت أركان النظام الإيراني بالاستعداد حال عودة ترامب من جديد إلى البيت الأبيض.